الحمد لله، أدليت صباح اليوم بصوتي في انتخابات 2022، وذلك في مقر سفارة المملكة في طوكيو. وبعيدا عن التسميات والألقاب، أتشرف بأن أكون أول مواطن يصوت في هذه الانتخابات، وأن أكون أول المشاركين في دفع العجلة الديمقراطية التي أرسى قواعدها سيدي ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والوصول بهذه الديمقراطية إلى فضاء أوسع وأرحب، متمنيا للمرشحين كل التوفيق. وأود هنا أيضا أن أهنئ مقدما المرشحين الفائزين، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في إثراء أعمال المجلس القادم لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين، متمنيا أيضا في الوقت ذاته لمن لم يحالفه الحظ التوفيق والنجاح في انتخابات المجالس القادمة.